سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين بكل لفظه ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان والاسنان ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف عبدك الدكتور محمد محمد اللهم اشفه وعافيه وكذا كل مرضى المسلمين وكل مكروب يا رب العالمين من امه حبيبك المصطفى يا رب العالمين. اللهم انا نتوجه اليك ونتوجه اليك برحمتك بعبادك وبلطفك بهم وباسمائك العظمى وباسمك العظيم الاعظم وباسمائك الحسنى كلها وبأوليائك وبأنبيائك وبالملائكة وبمنزلات رحمتك وأرجائنا ومغفرتك أن تقبل أعمالنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحمنا وأن تتوفانا ونحن مسلمين أن تعلمنا ما ينفعنا ولا ينفعنا بما علمتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك وثبتنا على الحق وثبت الحق بنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حكمة ونورا ويقينا وإيمانا وإسلاما وإحسانا وتوكلا وثقة فيك وعليك يا رب العالمين. أما بعد نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي الشجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه في الدارين الامين في فقه السادة الشافعية. وقلنا في الجلسة الماضية تكلمنا على ما يكره للقائم وقلنا والذي يذكر به الصائم عشرة أشياء اللي هي في مفترات الصوم عشرة أشياء أحدها وسميها ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح كالوصول من مأمومة إلى الرحم والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. والثالث الحقنة في أحد السبيلين اللي هي الشرجية أو المهزلية أو تقصير في مجرى البول وهي دواء يحقن به المريض في قبل او دبر المعبر عنها في المتن السبيلين. والرابع القيء عمدا فان لم يتعمد لم يدخل صومه كما سبق. والخامس الوقع عمدا في الخارج فلا يفطر الصائم للجماع ناسيا كما سبق. والسادس الانزال وهو خروج المني عن مباشره بلا جماع محرما كان كافراده بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. واحترز بالمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا إفطار به جزمة. واستاد إلى آخر العشرة الحيض والنفاس والجنون والجدة فمتى صرع شيء منها في أثناء الصوم أفطر. كنا إيه تكلمنا في الجزء الأول من المصطلح ووقفنا على قوله والقيء عمدا. يقول والقيء عمدا اي مع العلم والاختيار. يعني لو واحد تعمد القيء وهو صائم ولا يعرف ان القيء يفطر جاهل لا يفطر. واضح لانه ما يعرف. لما يعرف يفطر يبقى لازم يكون عالم وما يكون ويكون كمان مختار. لو واحد اكرهه على ان يعني يقيه اكراه اما اكراه داخلي فزرعه القيء فلا يفطر اكراه داخلي غصب عنه القرض. او واحد اكراه يعني دخل له حاجه في حلقه علشان يطير بالعكس كتفوه فتحوه بقه ودخل له حاجه فوق في حلقه عشان يطير كره يبقى برضه لازم يبقى لازم العلم والاختيار. علشان يفطر بالقيء عمدا يبقى لازم العمد يعني العلم والاختيار. اذا انتفى احدهما انتفى العلم يبقى الجهل وانتفى الاختيار يبقى الاكراه. إذا انتفى أحدهما يبقى لا يفطر ولا فرق بيننا بين صوم النافلة وصوم الفريضة عند الشافعية. فالقيء عندنا إذا العبد يفطر سواء كان في نافلة أو في فريضة. أما القيء اللي هو يعني زرعه القيء يعني غلبه القيء
فلا نفرق بين ملء الفم ولا عدم ملء الفم كذا في بعض المزايا. فانه تبعه الخير مطلقا سواء كان فات قليل او ملء الفم لا يخطئ في النافله وفي الفريضه سواء في سواء. في عربيه اغلق قدام المدخل. بس عليك ما حدث يما هو الخير عمدا اي مع العلم والاختيار كما مر فيكثر به الصائم ولو تيقن انه لم يرجع منه شيء الى الجوز فهو مفر. يعني حتى لو قال لك انا خفت عنك لكن ما فيش حاجه تبعتني دخل متاكد برضه يفر طالما تعمد بشرط العلم طبعا فهو مفر لعينه لا لعود شيء منه. نعم لا يضر اخراج النخامه من الباطن. النخامه مش الثيبه يعني ممكن الواحد يتنخم يكون عنده زي بلغم كده او جيب انفيه او شيء من هذا او كحه بيطلع معاه بلغم فلا يضر ان هو يتنخم او يتنحنح ويطلع النخامه دي ويطردها ياكلها دي ما تضرش بالطبع. نعم لا يضر اخراج النخامه من الباطن سواء كانت من دماغه او من صدره لان الحاجه الى ذلك تتكرر ولو احتاج الى القيد للتداوي لإخبار طبيب عدل جاز له التقايض لكنه يفطر به لأنه نادر يعني جاله تلبك معه صحة سكر عميق شوية وجاله مرض على الساعة 9 الصبح وراح المستشفى قال له ده أنت لازم تعمل غسيل معده لازم ننضف لك معدتك يعني حقيقي يوم هتحط له خرطوم وخليه يتقل يبقى خلاص يبقى خسر هذا اليوم. لكن في الحالة دي لا يأكل لا يأثم بالضرورة يبقى أفطر ولا يأثم وعليه إعادة. فإن لم يتعمد فإن لم يتعمد أي لأنك لو كان ناسي قايد نفسه لأنه ناسي ناسي حكاية إنه صايم هو متعود كل شوية يجي له معدته تضايقه كده بعد أكل يروح إيه أي نفس يستريح طبيعته كده. ففي مرة في نهار رمضان ناسي إنه صايم فجاله برضه وجع كده فراح أي نفس وبعدين افتكر انه قال ما يدورش لانه كان ناسي يبقى ايه؟ لان نسي او غلبه القلب يعني جاء غصب عنه. وكذا الجاهل المعذور والمكره كما تقدم. الجاهل المعذور اللي هو يعني ما درست الاحكام نسى اعتباريه بعيده عن الاسلام او حديث عهد الاسلام هذا الجاهل المعذور يعني واحد ما طلبش العلم او في مكان بعيد ما فيش علماء ما فيش مساجد وحديث عهد الاسلام عن الجهل المعروف. والمكره كما تقدم وقوله لم يقصد صوم اي لعذره وقوله كما سبق اي في كلامه عند قول المصنف وتعمد القلب. قوله هو الوطء عمدا اللي هو ايه خامس هذا في المكثرات الوطء عمدا اي مع العلم والاختيار كما سبق. يبقى لازم يكون عالم ان الوطء يخطئ. واحد حديث عهد الاسلام كان مسيحي امبارح واسلم النهارده والنهارده رمضان وقلنا له صيام المسلمين ما ياكلوش ولا يشربوا ما اكلش ولا شيء وبعدين جمع زوجته فبعد ما ياكلش يعني لانه حديث عهد الاسلام ما يخسرش ونقول له ما تعملش كده تاني خلاص نعلمه. يبقى العلم والاختيار لازم برضه كمان يبقى ايه مختار كما سبق فلا يخطر به مع الجهل. بالنسبه للجاهل المعذور المعذور اللي هو حديث عهد الاسلام او نشا في بديه بعيده عن العلماء ادي معناه المعذور بخلاف غير المعذور المسلمين اللي نشأوا في وسط بلاد المسلمين دلوقتي يعني واحد لو عايش في مصر عمره ما دخل الارض ولا حتى يحسن الصلاه لكن عارف ان الجماعه زوجته في رمضان ده شيء ما يغيبش عنه عارف فده يبقى من جهل معذور لان انا عايش في بيئه مسلمين وعلماء واتولد كده ومش عايش في غابه من الغابات في حته في الصحراء من الصحراء ده يختلف عنه بخلاف غير المعذور ولا يفطر به ايضا مع الاكراه. ان قلنا بتطور الاكراه على الوقت بعض الفقهاء قال لك ممكن يتطور الاكراه على الوقت وبعض الفقهاء ما وافقوش الحكايه دي قال لك لانه صعب ينتصب له ذكر مع الاكراه فصعب يعني لكن في علماء قال لك افرض افرض يفترض فرض
انه الناس اكرهوه انه يجامع وهو صائم. اكراه ملهي يبقى هنا لا يكره. وفان كان بعض الفقهاء مش متصورين هذه الصوره، لكن لو فرضت وجدت، ان قلنا بتصور الاكراه عن الوضع وهو الاصح، يبقى في مقابل الصحيح الاصح صحيح، وهو انه لا يتصور الاكراه اصلا على هذه المساله. وقيل لا يتاتى الاكراه عليه لانه اذا لم يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار، ولا يبصر الا بادخال كل الحدث، ما يبصرش الا لو دخل الحدث اللي وراء بالظبط. لو ادخل الحدث لو حاجه بسيطه منها من كلها ما يبصرش، لازم يدخل كل الحدث اللي هو اسمه العلاج العمومي بالغسل برضه اللي اتصل في التمام. فما يوجد الغسل يبطل الصلاه، ما يوجد الغسل بالعلاج يبطل الصلاه. ولا يستر الا بادخال كل الحسفه او قدرها من ساقلها. افرض واحد الحسفه بتاعته مقطوعه، زي اللي يحصل في بعض الحوادث او عمليه او شيء من هذا، او هم بيسهروه بيجيبنا احنا كنا السيده دينا كل سنه كده في المستشفى حاله ولا اثنين، الراجل اللي طالع ده قطع راسه في ذاكر وظيفه لانه بيبقى عليه طوابير وبيقفل المول بقى مش شايف قدامه يقطع يعني. فبتحصل شفناها يعني ما يمر السنه الا وتشوف حاله او اثنين. فلو قدر ده بيكبر او اتجوز يبقى لو ادخل قدر الحسنه، قدر الحسنه من ايه؟ من ساقلها او قدرها من ساقلها، فلا يقصر بادخال بعضها بالنسبه للواقف. واما الموضوع بقى تقصر بادخال ولو جزء، بص لان دخل جزء بسيط، لو دخلت نص اللبوسه طب ما هو برضه هتصرف مش بس تدخل اللبوسه كامل، يبقى بالنسبه للمدخول فيه يقصر ولو بجزء من الحدث، لكن بالنسبه للي بيدخل لا يقصر الا اذا ادخل حدث كامل. يبقى دي مهمة الفكرة دي علشان ايه الأحكام، لأنه قد وصلت عين جوفه، وصلت عين جوفه فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوصل. قول في الفرج أي ولو دبر، ولو دبرا من آدم أو غيره كبهيمة وإن لم ينزل. يبقى أي إيه؟ أي دبر من كائن حي، علشان ايه؟ يبقى الحكم عام. طبعا المسلم المعتاد ما يتصورش الحاجات الشاذة، لكن الفقيه ممكن يورد عليه بعض الاحكام من بعض التصرفات الشاذة فيبقى عارف حكمها. لكن الانسان المعتدل ما عندوش الحاجات الشاذة دي، ما فيش في باله اصلا لا تخطر. قوله فلا يكثر الصائم بالجماع ناسيا اي وان كذب. واحد اصلا ذاكرته ضعيفه كده طبيعته ايه؟ وبعدين يجامع وبعدين يا ده انا صايم، وتاني يوم صايم برضه يجامع، ده انا كل يوم كده بيجي طبيعته كده، يبقى لا يكفر لانه مبتلى مبتلى يعني، واهل البلاء دول معذورين يعني على قدر الدين. ها؟ على قدر الدين. احنا مالنا الثانيه ما تعرفش، او مراته الثانيه كتابيه كتابيه، او ما تعرفش الاحكام برضه جاهله، واخد بالك؟ لو الثانية بقى عاقلة كده وتفكروا كده بس يبقى كويس. وإن كفر، وهذا تفريع على مفهوم قوله وعمله. ومثل الناس الجاهل، احنا دلوقتي بنشوف زهايمر في السن الصغير على فكرة، يعني بيجي لنا ناس عنده 40 سنة عنده زهايمر، مرض كده منتشر دلوقتي، يبقى مش دريان كبر ايه ووظيفته ايه وكان شغال ايه واسمه ايه، فقد خبراته حتى فقد كل حاجة، وتلاقيه كافي صحته البدنية لكنه ماشي كده ما يعرفش حاجه. دي بنشوفها دلوقتي بقت منتشره يعني. فممكن واحد هذه الصوره يصاب بهذا المرض وهو في كامل يعني عافيته، فيجامع ذكر في نهار رمضان ومش دريان انه في رمضان عصر رمضان. اي حاجه بتحصل يعني في دلوقتي بقت في امراض منتشره من هذا القبيل في سن طويل. وان كنا زمان ما كناش بنشوف الحاجات النفسيه اللي ده الا في السن المتقدم قوي. يعني انا كان ليا جد رحمه الله لما عدى ال 80 كان يقعد يصلي العصر من العصر للمغرب، يخش يتوضا ويصلي العصر، يرجع تاني يخش انت صليت العصر؟ لا ما صليتش. يروح يتوضا تاني يرجع يصلي، يا سيدي انت صليت والله؟ لا بس انا ما صليتش. وهذه الطريقه بقى ينسى خالص.
فبتحصل. كنا نشوف حاجات فوق الثمانين، الوقت بقينا نشوفها في سن طويل اصغر كثير، يعني 50 ولا 40 45، تخش عيادات من امراض الاعصاب والعصبيه تلاقي حاجات غريبه. فربنا ينجينا وينجي امتنا. فلا يبصر الصائم بالجماع نافيا اي وان كثر، وهذا تفريع على مفهوم قوله عمدا. ومثل الناس الجاهل المعذور، الجاهل المعذور اللي هو زي ما قلت لك كل مره حديث عهد الاسلام او نفع بدائيه بعيده عن العلماء والمسلمين. والمكره ان قلنا يتصور الاكراه عليه كما تقدم، قول كما سبق اي في كلام عند قول المصنف والجماع. وبعد كده الثالث الانزال عن مباشره، اذا امن عن مباشره، لكن يفرض امن لوحده كده قاعد كده، في ناس عندهم ثلاث منهج، مجرد يحصل انتصاب ينزل من المنهج وخلاص من غير اي مباشره ولا حاجه، ده خلصنا الصبح. او لما بينام بيحصل طبيعته كده، تنام بعد الظهر بعد صلاه الظهر، قام على العصر لان في مثلا موقع من غير يعني درس عن مباشره. كويس؟ لازم عن مباشره يعني ايه؟ يعني ايه؟ تناول ذكره بيده او بيد زوجته فامن. يبقى في الحاله دي يبقى اسمه عن مباشره. هو ده اللي يقول. والانزال المراد به النزول كما يشير اليه قول الشرع وهو خروج المني. والا فالمناسب للانزال ان يقول وهو اخراج، كان حقه بدل ما يقول خروج المني كان يقول اخراج المني. عشان الاخراج فيه نوع من التدخل. انما الخروج ممكن يبقى الوحيد. وهو اخراج المني. والحاصل ان الاستبناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفسر مطلقا. ولو بحال فلا يظهر التقديم بقولي عن مباشره بالنسبه لغيره فقبل ولم ما ينفذ لمسه تلنبه. فتكون مباشره لما بيقولها الفقهاء يقصد البشره على البشره. يقصد البشره على البشره. دي معنى المباشره. لكن لو بحائل ما اسمهاش مباشره. كويس؟ لكن لو برضه ايه تناول ذكره بحائل وقصد انزال المني فاخرج المني يبقى برضه اصل ولو بحائل برضه. لكن لو ما يقصدش ده بيهرس كده. ده رابوس اعرف فبيقص بس لا المني ما يقصدش خلاص. يبقى ما افترش. واخد بالك؟ يبقى ايه لازم يبقى متعمد وقال. ولو فلا يظهر التقييد بقول عن مباشره بالنسبه لغيره قبل ولمس ما ينقض لمسه كالاجنبيه، فان نزول المني بذلك يعني ولو بحائل مفسر ان كان ناشئا عن مباشره، فان كان بحائل فلا فسر. وكذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم فلا يفسر به، وان انزل حيث فعل ذلك لنحو شفقه أو كرامة، وإن فعله لشهوة أكثر. يعني لو لمس محرم يعني يحرم الزواج لشفقة، مش ما يقصدش أبدا أي شهوة. فبص لها إيه يعني في بعض الناس بيجي لهم بعض الأمراض دي كده مجرد حتى تبني السحب كده وتلاقيهم على طول. شفناها بعض أمراض أعصاب في الأعصاب تبني في أي حاجة في جسمه كده وتلاقيها يحصلهم الصبر من غير حاجه. فاذا كان من النوعيه دي وكان ده محرم له لا يقصد يبقى لا يقصد خلاص، لانه ده شفقه او لمرض او لجنه. وان فعله لشهوه اكثر، لو فعل بقى كده لشهوه يبقى هنا اكثر. لكن هذا اذا كان محلا للشهوه كان محرم بخلاف الامر، فانه ليس محلا للشهوه فلا فطرة فيه مطلقا، وإن اقتضى كلام المحشي أنه كالمحرم. يعني الأمر لما يبقى شاب جميل، يعني شاب أمر شاب جميل ملوش شعر كده شاب بالكاد. فبيقول لك يعني لو لمسه وهو بعدين أمنه وهو لا يقصد الشهوة هل يبقى برضه أكثر أم لا؟ خدت بالك؟ فقال لك لا الأمر يستثنى لأنه ليس محلا للشهوة. بس هي عند معتدل المزاج عند الانسان المعتدل. قال وهو خروج المني خرج به خروج المني. لما قال خروج المني لما قال المني يبقى المني ما يخرجش، يبقى الوجه ما يخرجش، يقصد المني المني. لما قال خدت بالك يبقى خرج به الوجه المني. المني ده اللي هو فيه عباره عن سائل كده رقيق بيخرج مع ايه عند الشهوه لكن لا يخرجه فتور، يبقى ده غير المني. ده لو خرج ما يفطرش.
فلا يبصر به كالبول. قوله عن مباشرة أي مس البشرة بغير حائل، أي مس البشرة بغير حائل، بخلاف ما لو كان ذلك بحائل. وحرم نحو لم تقبل إن حرك شهوة لخوف الإنزال، وإلا فتركه أولى إذ يتم للصائم ترك الشهوات. وإنما لم يحرم له بحائل لضعف احتمال أدائه إلى الإنزال. يعني إيه الشافعية عندهم؟ لو لم ذكروا بحائل وأنزل لا يقبل، ده مذهب الشافعية أصل مثله من كله. واخد بالك؟ طالما بحائل لأنه ده ما يعتبرش مباشرة، وقال لك لأنه نادر إنه بحائل يفضي إلى الإنزال. وفي مذاهب ثانية قال لك لا ده يقبل طالما اتعمل ولو بحائل. فطبعا احنا عندنا بتعلمنا بنتعلم الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب. ما تقيدت انا بقى النظر من قبل نظر اخر وحيدا على اراء ضعيف، خدت بالك؟ قد يكون هذا الراي ضعيف، لكن علشان تعرف بس يعني اصل مذهب الشافعيه انه لو امن عن غير مباشره يعني بحائل يعني في البشر البشره وقصر حتى الانزال لا 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 يخطو الصلاه. واضح؟ ده اصل مذهب الشافعيه. وقالوا كده ليه؟ لان قال لك ده نادر، ده حكم نادر ونادرا ما يفضي الى الانزال. وقوله بلا بناء، لكن طبعا قال الترك اولى لانه لا يؤدي الى ايه؟ لان طبيعه الصوم ان تترك الشهوه مش من الابد يعني. وقوله بلا جماع قيد به لئلا يتكرر مع الوقت السابق، لانه قال قبل كده الوقت، فهنا قال ايه؟ الانزال علشان معناه بلا جماع يعني. والا فالانزال مع جماع اولى برضه، ولو حتى ذكره لعارض، حتى ذكروا لعارض يعني بيهر بتاعه، فانزل لم يؤثر على قطعه لانه متولد عن مباشره مباح. ولو قبلها وفارقها ساعه ثم انزل، ولو قبلها يعني قبل المباشره مباح وفارقها ساعه وترك المباشره مباح ثم انزل، يعني هرب وبعد شويه كده بس لا انزل برضه ما يجوش. فإن كانت الشهوة باقية والذكر قائما حتى أنزل أقصى. يبقى الصورة الثانية لو إيه؟ لو فارق المباشرة واستمر إيه؟ شاعر بالشهوة فأنزل يبقى هنا أقصى. لكن لو أنزل مع عدم شعوره بالشهوة بعد مفارقة اللمس المباح يبقى لا يبقى. وإلا فلا كما قاله في البحر. البحر كتاب من كتب المذهب. قوله للمواجهة، قوله محرما كان إلى آخره. هذا التعميم بالنسبة للاستمناء، لأن الاستمناء طبعا حرام. طيب الاستمناء حرام اللي هو إخراج المني باليد، بيد نفسه لا بيد زوجته، لما ده حرام. طيب حرام من الكبائر ولا من الصغائر؟ حرام من الكبائر ولا هو حرام؟ طبعا من القرآن واضح، دليل من القرآن واضح، لأن ربنا يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى لو في ثالث كان آل يبقى لا يجوز الاستمتاع إلا بالدستورتين دول بس، يبقى أي حاجة ثانية يبقى فيها اللغو. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يبقى غير الصورتين دول يبقى في لغو، يبقى حرام. واضح؟ يبقى الاستمتاع حرام من القرآن واضح. طيب حرام كبيرة ولا حرام من الصغائر؟ هي دي المسألة. اتفقنا انه حرام؟ اه حرام. طب ما المحرمات صغائر وكذا، نشوف بقى الصغائر بتكفرها الصوم والصدقه والوضوء والعمره للعمره ومن رمضان لرمضان والجمعه للجمعه، مكفرات لما بينهم مجتنبات الكبائر. فلو قلنا انها من الصغائر يبقى الحمد لله تكفر، ولو قلنا انها من الكبائر تبقى تحتاج توبه. واخد بالك؟ يبقى لا يكفرها مثل هذه الاشياء الا الحج بقى المبرور او الهجره، لان الحج المبرور يكفر حتى الكبائر، وكذلك الهجره تهدم مكانه، وكذلك الاسلام تهدم مكانه خطر. يبقى في ثلاث حاجات تهدم مكانه خطر: الاسلام والحج المبرور يعني المقبول والهجره. الهجره انقطعت خلاص، خدها اي اهل الهجره الاول من تحت، يبقى ما قدمناش الا الاسلام والحج المبرور.
يبقى هذا التعميم بالنسبة للاستمناء واختلف فيه فقيل كبيرة وقيل صغيرة وقيل مكروه. والراجح على فكرة انه يحتمل يبقى كبيرة في بعض الصور ويحتمل يبقى صغيرة في بعض الصور ويحتمل يبقى مكروه في بعض الصور ويحتمل يبقى مباح في بعض الصور. يعني لو هيقع في الزنا يزني ولا يستمني؟ يستمني يبقى مباح لانه هيدفع ضرر الشباب في هذه الصورة. كويس؟ طيب هو اصلا يعني ما عندوش الرغبه دي لكن يستني يقوم يحاول يثير لنفسه اثارات يعني بيتعلم علشان يعمل وهو اصلا ما كانش عنده الرغبه لكن هو يخلق الرغبه ويعني يبقى حرام من الكبائر الرغبه تجيله غصب عنه لكن هو يقدر يتجنبها احيانا لكن مش مواظب على تجنبها يبقى في حقه تحريم من الصغائر حرام من الصغائر وهكذا يبقى كل حاجة على حسب تختلف على حسب ظروفه. يبقى انت تقدر تقول ان حكمه ثابت في كل الاحوال. فقيل كبيرة وقيل صغيرة وقيل مكروه وقول او غير محرم اي بقطع النظر عن الصوم والا فهو بالنسبة للصوم حرام قطعا قول بالاحتلام وكذا بالنظر والشفع ان لم تجري عادته بالانزال بهما. لو واحد متعود في نفسه انه لو اتفرج على مناظر مثيره بينزل يبقى لو فتح المناظر المثيره دي اتفرج عليها وهو صاحي وانزل يبقى افضل لانه عارف نفسه كده عارف عكسه كده. لكن واحد مش من عكسه كده خالص وفجاه بص منظر كده بص لقى نفسه انزل لكن مش من عكسه يبقى ما اختارش لانه ما فيش مباشره. واضح؟ يبقى تختلف الصوره من هنا. وكذا بالنظر والفكر ان لم تجري عادته بالانزال بهما والا اكثر على المعتمد يعني ان جرت عادته بالانزال بهما يبقى اكثر على المعتمد. والمقابل للمعتمد الضعيف ايه؟ قال لك طالما ما فيش مباشره يعني في ليه تفكروا الاكل؟ سيبه في حاله. طيب يبقى تواجه كده اعتمد على المباشره. قوله الى اخر العشره في مؤتمر السكان يقول لك ايه من ضمن توصيات مؤتمر السكان اللي هم عايزين ينشروا الفسق في بلاد المسلمين يقول لك نعمم الثقافه الجنسيه ونعلمها للعيال في المدارس. طب ما احنا مش محتاجين نعلم ولادنا الثقافه الجنسيه، احنا ولادنا بيتعلموا الحاجات دي من خلال الفسق لما بيقعد يقرا درس زي ده وبيقرا درس موجبات الغسل وبيقرا درس الحيض وتيجي تقرا المراه والتلميذه الصغيره درس الحيض خلاص هي بقى جات لها الثقافه بطريقه فيها ادب وفيها تعليم للاحكام وفيها تعليم للعباده فاحنا مش محتاجين اصلا. لكن هم لا هم عايزين ينشروا الفسق والفجر ويعلموا الناس الحكايه بالطريقه اللي هي فيها فجر. لا المسلمين مش محتاجين لان المسلمين عندهم الفسق في ابواب الفسق بيتعلموا منها كل الحاجات دي بالتدريج وبالراحه وبطريقه لطيفه وما فيهاش خدش للحياه ولا فيها الحاجات دي كلها. وعلشان كده لازم المسلمين يبقى لما يجي واحد يقول لك احنا عايزين مش عارف ايه يرد عليه يقول له انتوا اللي نيجي نعلمكم احنا الثقافه ازاي تبقى تكون وازاي نعلمكم الحاجات دي بلا خدش حياه. لكن انتوا اصلا ما عندكوش حياه اصلا. فعشان كده للاسف بعض المسلمين اللي بيجروا ورا هذه الدعاوى بيبقى ما قراش في كتب الفقه اصلا في هذه الاحكام متصور ان عند المسلمين نقص الثقافه دي لان هو ما قراش هذه الكتب ولا قعد اصلا درس زي ده لحد ما بقى راجل مفكر كبير وبقى انت داخل يقول اه احنا واجب علينا نعلم اولادنا برضه الثقافه. طب ما انت اصلا في اللي ما اتعلمتش. انت لو اتعلمت كنت خدت هذه الثقافه من صغرك وطول عمر المسلمين مش محتاجين الحكايه دي. إلى آخر العشرة أي وانتهت إلى آخر العشرة والغاية داخلة المغية الغاية يعني يقول لك إلى آخر العشرة يبقى العاشر داخل العشرة مش على حرف العشرة يبقى الغاية يعني يقول لك إلى المرافق إلى المرافق تبقى الناس طب داخل يبقى يسموها الغاية داخلة المغية يعني غاية الوضوء مثلا المرفق ويبقى ده غايته وداخل في المطلوب غسله ادي معنى الغايه داخلة في المغيب. يبقى نفس الحكايه انه يقول لك هنا والغايه داخلة في المغيب بقرينه خارجيه وهي النظر للواقع قول الحيض اي يقينا. يبقى لو المراه حاضت اثناء يومها وهي قائمه يبقى اخترت صلاه وعليها رعايه
وارد ده الحيض. وكذلك النفاس لو وجدت ونفذ في اثناء النهار وجدت صايمه يبقى خلاص برضه افطرت. لو ارتب والعياذ بالله كفر سب نبي مثلا بكفر، انكر ما هم عليه من الدين بالضروره كفر، انكر ايه من القران كفر. هو صادق اتفرج على برنامج كده من البرامج العجيبه اللي بتكفر وبعدين اعجب بما يقال فيه واعتقدها، زي ما كان احد الناس ده من الصديقيه مذيعه وبيقول في برنامج من البرامج ان الملائكه دي عباره عن طاقه الخير في الانسان، مش حاجه اسمها ملائكه كائنات، لا دي طاقه الخير. والمذيع انا مبسوطه قوي يا سلام ايه التجديد ده، هو ده تجديد الخطاب الديني الصحيح. واعلم اه ده كفر، المذيع كفر وهو كفر ويعتقد الكلام ده وهو بيسمعه كفر. فلو كان واحد بيتفرج على البرنامج ده واعتقد هذا الكلام وهو صايم ارتد وبطل صومه. شفت بقى ازاي خطر، لانه لو انكر وجود الملائكه يبقى انكر الوحي، ولو انكر الوحي يبقى انكر القران. احنا عندنا في وحي، في سيدنا جبريل ده ملك بيجي بالوحي للانبياء. لما اقول ان دي طاقات الخير يبقى النبوه دي نابعه من الداخل وليس لها وسيله خارجيه للاتصال، يبقى كانه انكر القران. يبقى القران ده تاليف سيدنا محمد على طول لما يقول لك ما فيش ملائكه ببساطه كده. شفت الخطوره ده؟ فما ينفعش. يبقى الرده دي سهله، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم الناس مستورة ان الكفر ده عمليه صعبه قوي. انا مستورة الكفر ده يروح للاتي والعزلة اللي اصلا مش موجوده يسجد عمالة. انكار معروف من الدين بالضروره كفر ببساطه كده. اللي ينكروا السنه فضيه السنه كفار. اللي ينكر فضيه السنه اصلا يقول لك احنا مش محتاج السنه، هي كفايه القران ده مش محتاج السنه. لكن اللي ينكر مش حجية السنة، اللي يقول لك إن السنة دخل فيها أحاديث موضوع يبقى ده جاهل مش فاهم معلم ما كفرش. لكن الثاني يقول لك لا ده احنا مش محتاجين السنة أصلا، القرآن في كل حاجة، يبقى ده كافر. لأنه كفر بأحد الوحيين، لأن النبي وحي إليه بالقرآن ووحي إليه بالسنة. فإنكار جزء من الوحي كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يصبح الرجل مصلح مؤمنا ويمشي كافرا، ويمكن مؤمنا ويصبح كذا. بقى لما اتفرج على برنامج من دول بالليل بتحصل فتن يعني. وربنا قال لنا في القران واذا وقد نزل عليكم وقد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا تحكمون. يعني معناه لما تشوف برنامج زي ده اسمي ما تقعدش تسمعه تتلذذ بيه يعني. ده التلذذ ضاع يا عم، الا اذا كنت انت احد العلماء فبتسمعه عشان تشوف الناس بتفكر ازاي ترد عليه دي مساله ثانيه. انما ما نيجي انسان مش من العلماء نخاف عليه لحسن يدخل في مخه الكفر ده ويردوه ذلك يبقى قلته احسن. فربنا ينجينا. يبقى الحيض اي يقينا بخلاف المتحيره في زمن التحير لعدم تيقن الحيض فلا يصح الصوم من الحائض ويحكم عليها بالاجماع. كان جاء شيخ الازهري كده من ثلاث سنين وكان بيصلي للناس التراويح في السلطان حسن من ثلاث سنين وطلع في مصر بيقول ايه الدليل ان الحائض لا تصوم يعني؟ هو راجل شيخ الازهري حافظ القران كله، حاجه غريبه جنان كانه ما قراش حاجه في الدنيا. انت تعرف الفتن اللي بتيجي للناس حتى اهل القران، وكانت قرايته جميله وصوته جميل والناس ايه طوابير عليه في القرايه، وقعد يقول الكلام الفارغ ده. الدكتور علي جمعه رد عليه طبعا ايام لان كان مسؤول عن السلطان حسن ياما، وفي ادله كثيره على ان يكفي اجماع الامه. يقول لك اصل مفيش حديث. طب واجماع الامه؟ انت ما قريتش الحديث. طب واجماع الامه ده قليل؟ هي الامه هتجمع الا عن دليل؟ ما هو اجماع الامه ده قرينه على الدليل. كون انت ما وصلتش الدليل دي مساله تقصير منك، لكن انت شايف اجماع العلماء واجماع الامه ان المراه الحائض دي ما تصومش، ما ينفعش ليها الخيار. تيجي تقول لي اصل انا ما قريتش حديث بيقول. طب انت ما قريتش الدلاله كده عشان ما قريتش يبقى مش موجود. جنان وطلع في نص الحكايه دي وخلى الستات الحيض تصوم ايامها يعني. وبعدين بعد كده ربنا كرمهم وعالجوا المساله، ما اعرفش ما زال على هذا الكلام ولا لا. يبقى ايه؟ يحرم عليها بالاجماع، يعني لو ارادت تصوم تاسف.
ولا ينعقد صومها. يبقى لو ارادت تصوم تحسم ولا ينعقد صومها لانه يحرم عليها. وعدم صحته منها امر لا يدرك معناه. طب وليه مش صحيح يعني؟ ما هي تقدر تمتنع يعني، مش هيجرى لها حاجه ولا تايه. تعبد تعبد لا يدرك معناه عقلا يعني. قال يبقى معناه تعبد، تقول سمعنا واطعنا خلاص. كما قاله الامام، الامام اذا وصل في الكتب الشافعيه يقول ليه؟ لا الرفع. كما قاله الامام لان الطهاره ليست شرطا في الصوم. وهل وجب عليها ثم سقط او لم يجب؟ لان الطهاره اصلا مش شرط في الصوم. فقلنا طب وليه الشيخ طيب يفطرها؟ قال لك والله ده تعبد، لان احنا عارفين ان الطهاره مش شرط في الصوم. يعني لو واحد طلع عليه النهار وهو جنب صيامه صحيح كده برضه، يبقى المساله مش مساله بقى شرطيه في الطهاره، لا ده مساله تعبديه خاصه. ده بمعنى الكلام. وهل وجب عليها ثم سقط او لم يجب اصلا؟ يبتدي الفقهاء بقى يناقشوا بقى مناقشات كده شويه يعني عشان ينشط فيه ذهنك في طريقه التفكير. يقول لك طب هل كان اصلا الحج واجب عليها فاسقطه الله عنها، او هو لم يجب اصلا؟ يبتدوا بقى يناقشوا المساله عشان يمرنوا نفسهم ازاي يستنبطوا الاحكام الدقيقه من الامور اللي كل الناس بتقراها وتشوفها. تدريب عقلي. وجهان اصحهما الثاني انه لم يجب اصلا، لم يجب اصلا، وانما وجب علي القضاء بامر جديد. يعني يقول لك انه لم يجب عليها الصوم اصلا، بس لو قلنا لم يجب عليها اصلا يبقى ليس عليها القضاء. يبقى اذا افطرت وهي حائض ما تقضيش، لانه مش واجب عليها وهي حائض يبقى تقضي ليه؟ ولو قلنا وجب ثم سقط الصوم يبقى عليها القضاء. فالراجح انه لم يجب اصلا، وان القضاء بامر جديد، وثبت القضاء بامر جديد. كويس؟ ده الراجح في المساله. بعد ما قعدوا يتناقشوا كتير، لما تخش كتب الاصول تلاقيها عده صفحات يقعدوا يناقشوا بعض، وفي الاخر يرجح ايه القول ده، ان هو لم يجب اصلا وان القضاء وجب بامر جديد. واضح؟ بيسأل يقول هل يجوز ان واحد يقضي ما عليه مما فاته مع قيام بصيام سنه زي الاثنين والخميس او السته شوال او الايام دي اللي هي 13 و14 و15؟ يجوز على مذهب الشافعي، ويجوز ايضا على قول عند المالكيه، ولا يجوز عند الاحناف. بس شوف المذهب اللي يعجبك وتشعر. الشافعيه بيقيدوا جمع النيتين، يعني ممكن تصوم الستة البيض مع القضاء عن ستة أيام قصرتهم في حلقتهم، تنفع الاثنين مع بعض. وإن كان الستة البيض ده مسمى يعني عند العوام، لكن في الشرع الست ما تسمونش الستة البيض، هم ستة مشوهة. البيض اللي هي أيام القمرين، عشان القمر فيه منور يبقى الليل فيه أبيض، فسموها البيض. وانما وجب علي القضاء بامر جديد. قالت البسيط، البسيط ده كتاب الامام الغزالي. قالت البسيط وليس لهذا الخلاف فائده فقهيه اصلا، ولكن تظهر فائده في الايماء في الايمان والتعاليق. يعني ملوش فائده فقهيه متعلقه بالاعمال العمليه، لكن هو يخش لنا مهم في باب الايمان والتعاليق. فإذا قال والله لم يجب على فلان الصوم، أو متى وجب عليك الصوم فأنت طالق حنفة وطلقت على الأول دون الثاني. الأول اللي هو قال إنه كان وجب وسقط. يبقى إيه لو قال كده؟ والله لم يجب على فلان الصوم، أو متى وجب عليك الصوم فأنت طالق حنفة وطلقت على الأول دون الثاني. قول والمثال. ولو عقد على القهر على يعني بعد سقط كمان، مش شرط ان يسافر على ولاده، يعني حتى لو المراه تقصد في شهرين حمل، ثلاث شهور حمل، اربع شهور، يبقى اسمه برضه ليه نفاذ. يبقى بعد السقط يسموه نفاذ. ولو عقد على قهر مضغه لانه دم حي للمجتمع. وقول والجنون اي لمنافاته العباده، لان احنا عارفين ان العقل مناط التكليف. فلو جن
يبقى خلاص بطل صومه وليس عليه إعادة، إعادة الأيام اللي كان مدنون فيها، لأنه مش مكلف ولا يقدر وصفه كده. لما يعقل خلاص. طيب بخلاف النائم عليه إعادة، لأن النائم إذا نبه ينتبه، والمجنون أو المغمى عليه إذا نبه لا ينتبه. فالفرق بينهم كويس، يعني لو واحد دخل في الغيبوبة وقع في العنايه المركزه طول الشهر رمضان في غيبوبه، وبعدين فاق الحمد لله على عيد كده وابتدى ينتبه تاني هيعيش، ما نقولوش عيد شهر رمضان لانه ما كانش مكلف، لانه ما كانش مكلف، ما كانش عنده عقل في الفتره دي خالص، ولا عليه حتى اعاده الصلوات. واضح؟ اه طبعا مش مكلف الزهايمر على حسب درجه، بس درجات كتير على حسب درجته، يعني لو في درجه من الانتباه اللي تصلح مع التكليف يبقى يبقى مكلف بدرجه انتباه، فان فقد الانتباه بالكليه خلاص تقول له اسمك مش عارف، حتى ساكن فين مش عارف انا عندي ايه، خلاص مش مكلف. قول والجنون اي لمنافاته للعباده، وقول والرد اي لمنافاتها للعباده ايضا. قول فمتى طلع شيء منها من الاربعه وهي الحيض والنفاس والجنون والرده. طبعا الولاده كمان شوف الولاده بحد ذاتها دي طبعا لمن لا نفاس له، في بعض الستات نادرين تولد وما عندهاش نفاس يبقى برضه اختلف، لان الولاده منيه ايه؟ في الطفل المنازل ده منيه منعقد، منيه منعقد في صوره انسان، فكانها اخرجت منه واخراج المني يعتبر الثقل ويوجد الغسل برضه، يبقى التالي فيها الغسل، لان موجبات الغسل عندنا سته، ثلاثه يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثه خاصه بالنساء، الثلاثه اللي يشترك فيها الرجال والنساء العلاج والانزال والموت، العلاج والانزال والموت دول يشترك فيها الرجال والنساء، والخاصه بالنساء الحيض والتكسر لا الاسلام لا يجب الا لو كان اسلم بعد البلوغ. ما ايوه اذا كان اسلم بعد البلوغ يعني ايوه هي بقى مش علشان اسلامه، علشان هو اصلا كان مبغى جنب واخد بالك، لكن لو هو اسلم قبل ان يبلغ الحلم ليس عليه غسل الا عند الحنابله. الحنابله عندهم الاسلام من موجبات الغسل المطلق، ده الحنابله. الشافعي قال لك لا، لا يبغي الغسل لمن وجب عليه اسباب الغسل، كان كامراه كانت اصلا مسحيله واسلمت يبقى عليها الغسل لانها ما بتتلفش من حيضاتها اللي فاتت دي كلها وهكذا. يبقى احنا عندنا سته بس موجبات الغسل، لكن يستحب الغسل للاسلام عندنا ولا يجب حتى لمن لا يجب عليه يستحب ان هو يغتسل بعد، وحتى يحلق شعره يقول لك يزيد شعر الكفر عشان ينتج منه شعر جديد مع الايمان. كل دي مستحبات وليست فمتى طلع منها اي من الاربعه وهي الحيض والنفاس والجنون والرده، وقول في اثناء الصوم اي ولو لحظه بخلاف السكر والاغماء فلا يقف. اغمى عليه لحظه وفاق ما يبطلش الصوم. كويس؟ وكذلك السكر يعني عقله تاه كده لحظه. في سكر طبيعي يحصل للناس، مرضى الكبد، مرضى الكبد بيجيله زيها اعراض ما قبل الغيبوبه بيبقى زي السكران كده فجأة وبعدين ينتبه، كل ده من دور الصوم، الأحوال دي من دور الشرب. ولو لحظة بخلاف السكر والإغماء فلا يقتل كل منهما الصوم إلا إن استغرق جميع النهار. لو رغم عليه بقى طول النهار يبقى معلش يبقى هنا. فإن أفاق ولو لحظة لم يضر. وأما النوم فلا يضر وإن استغرق كما مر. النوم بقى لو نام طول النهار من أول الفجر صحراء المغرب ما يضر الصوم صحيح، لأنه مش زي المغمى عليه، لأنه إذا نام فيها ينتفع. كويس؟ قول وقول أبطله أي الصوم. قوله ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. يستحب في الصوم طبعا حاجات إيه معروفة، تعجيل الفطر، تأخير السحور، وترك الهجر من القول، ثلاث حاجات مستحبة للفطر. وكده تعجيل الفطر، تأخير السحور، ترك الهجر من القول، يعني كلام بديهي. تأخير كده ملوش لازمة. وفي مستحبات أخرى كثيرة، بس هو ده اللي عدلها.
ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء، أحدها تعجيل الفطر إن تحقق غروب الشمس، فإن شك فلا يعجل الفطر ويسنى أن يفطر على فرض وإلا فمات، والثاني تأخير السحور ما لم يقع في شك. حقه طبعا السحور حد ذاته، لأن السحور سنة وتأخيره سنة ثانية كويس، يعني السحور حد ذاته سنة، ويدخل وقت السحور بعد منتصف الليل، أي طعام تأكله بعد منتصف الليل يبقى سحور. والأفضل في السحور اللي هي السنة الثانية من طريق الفريضة تأخره إلى ما قبل الفجر كويس، إذا السحور متعلق بيه في سنة إن هو يأكل بعد منتصف الليل بنية إنه يستعد للصوم ده سحور، وسنة ثانية زائدة إنه يأخره بس، يبقى أم بالاثنين، لما يأخره يبقى أم بالسحور وأم بتأخير السحور اللي هي السنة الثانية. والثاني تأخير السحور ما لم يقع في شك فلا يؤخر، ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب. والثالث ترك الهجر من الفحش، أي الفحش من الكلام الفاحش، فيكون الصائم يتنوى عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثا إني صائم، إما بلسانه كما قاله النووي في الأذكار أو بقلبه كما نقله الرافعي عن الأئمة واقتصر عليه. هنا بيقول في الشرح قول ويستحب بالصوم أي بسببه ولأجله، ففي للسببين، ويستحب في الصوم يعني إيه بسبب الصوم أو لأجل الصوم، ينفع للعلية لأجل الصوم. أي بسببه ولأجل، ففي للسببية والعلية، ولا فرق في الصوم بين الفرض والنفس، يعني المستحبات لتوقف صوم النفس أو فرض مستحب فيه مطلقا. وقول ثلاثة أشياء أي بحسب المذكور هنا، وإلا فيستحب في الصوم أمور كثيرة ذكر منها هو حوالي تسعة غير الثلاثة يبقى يبقوا 12. أول واحدة كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها، يعني يستحب إن هو ما تنعمش أوي يعني هو صائم، يستحب يعني ما يحطش طيب زائد، ما يعني الحاجات اللي فيها ترفه زائد دي يستحب ان هو ايه كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر اليها، لان ذلك ترفه وهو لا يناسب الحكمة المرادة من الصوم. اثنين وترك نحو حجم الحجامة يعني كفصد، لان ذلك يضعفه وربما احوجه للإفطار هذا في المحجوم، واما الحاجم فربما افطر بوصول شيء الى جوفه بواسطه مص المحجمه، كان من طريقه الحجامه زمان كان يجي الحاجم ده يلف كده يعني، فممكن ان هي حاجه تصبغه في جوفه فيخطئ، علشان كده ده معنى قول النبي افطر الحاجم والمحجوم يعني هي كاره يعني كاره يعني. وهذا هو المراد من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أي تعرض للإفطار وليس المراد أفطر بالفعل. ثالث حاجة وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله إلى حلقه إلا لحاجة، برضو ما يعني بالنسبة للستات اللي هم بيطبخوا جائز ليهم يجوز إنها تذوق الطعام عشان تضبط الملح تضبط السكر وتبقى تتف بعد كده أثر الطعام، ولكن يستحب يا مثلا يستحب ليها ما تنسى. وترك علك بفتح العين اللي هو اللبان يعني، في اللبان زي باب ثمارة ده ملوش طعم خالص، فممكن واحد يقعد يقول له لبان كده وصايم يسموها ده ما يخطرش، لكنه يستحب ترك طالما لا ينفصل منه شيء وليس له طعم يجوز، لانه ما ادخلش جوه شيء في جوه، ده كل حكايه بيجري ريقه بس وخلاص، يبقى لا يخطر لكن يستحب ترك يستحب ترك الا لسبب مرض، يعني احنا بعض الناس اللي عندهم امراض الغدد العظيم نقول له ارسل علاجه في الهند عشان الغدد العظيم تبقى محتقنه ومضايقاه، فبنقول له انظر لبان علشان يجري ريقه يقوم الاحتقان اللي موجود في الغدد العظيم ده يروح زي الغده النفسيه والكلام ده، في بعض الامراض بنقول له كده انظر لبان، فاذا كان ده معرض لهذا وفي رمضان يبقى ينظر بس ايه اللبان اللي هو معروف بانه ملوش طعم ولا ينفع منه شيء، يعني ما تكتبش
ويطالب به ويبلعه حمزه صغيره ولا يبقى ليه طعم. لكن لو ما عندوش هذه الحاجه يبقى يستحب ليه انه ما يندوش الدم وياكل الدم. وترك علف بفتح العين اي مصر، واما العلف بكسرها فالمعلوم كالبان لانه يجمع الريق، فان بلعه افطر في وجه ضعيف وان كان المعتمد انه لا يفطر، فان القاه افطر. يعني عندنا لما يجمع عليه ويجمع عليه ويجمع عليه وكده وبعدين يبلعه في وجه ضعيف ولا كده اصلا. والاولى انه يفتقه، طب ما هو لو قعد يلف بقى ويجمع عليه ويفتقه هياكل. ده لتر ونص. ده الريق لما نجمعه في الراس بتاعه يعمل لتر ونص. وبعدين مش ميه بس، ده ميه وفي بروتينات وفي ليجينات وفي يعني يضعف. يضعف حتى الانسان لو قعد يفتقه يجيبه اعلى. فيبقى ايه الاحسن من يعني. وكاغتساله عن حدث اكبر ليلا ليكون على طهاره من اول صوم. يستحب لي ان اغتسل في الليل لو اصابته جنابه، وما يستغربش لما يطلع عليه النهار ويغتسل وهو صائم. يبقى ده من ضمن المستحب. وقوله عقد فكره، وقوله عقد فكره اللهم لك صمت، يعني يقول الذكر ده بعد ما يجي يفطر يقول اللهم لك صمت وعلى صدقك افطرت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت، ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله يا واسع الفضل، اغفرني الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت، اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام واعنا عليه والناس نيام وادخلنا الجنه بسلام. كل دي ده ادعيه، يعني يبقى يسمي له الدعاء عند الافطار. يسمى ده الدعاء عند الافطار. حب يحفظ ده يحفظه، يحفظ انت منه مفيش مشكله، مش مشكله. السابع واكثار واكثاره من تلاوه القران ومدارسته. يستحب ايضا للصائم ان هو اثناء صومه يتلو القران كثيرا، وده الحمد لله مشهوره. فان اول ما يجي رمضان كله فتح المصحف وكله قاعد، واول ما يدخل التوكل كله في المصحف لحد ما يجي رمضان اللي بعد ما ينفعش كده هاجر القران. لكن على اي حال هيبقى برضه ميزه ان هم بيحبوا يقروا القران في رمضان، دي ميزه برضه لعلهم يعني يقروه طول السنه. وبعدين تيجي تنصت مين يقرا، فان ما بيقراش القران خالص، بيقرا اي حاجه. الهكم التكاثر يا ابني، الهاكم يا ابني، وده قران يا ابني، لانه ما اتعلمش على الشيخ. لو اتعلم على الشيخ يقرا الصح يبقى قران صح، انما للاسف صار تنصت ليهم يقوم يقول قران. يعني انت يقروا كده كلام غريب، خلطمه خلطمه، الاسم فيه اقرب من الثواب لانه بيبدلوا كلام الله، فما ينفعش. وكان الشيخ عطيه صح وانا موافق لهذه الفتوى، افتى هو نفسه افتى هذه الفتوى وانا موافق عليه، معتقد فيه تماما. قال ما حدش يقرا قران الا ما صححه هذا الشيخ، والا يحكم، لانه تبرع على كتاب الله وقد يبدل كلام الله. قال كده بالنص، لازم تكون مصححه الشيخ عشان تقول اكل من القران. فواحد مره بالتليفون اتصل بيه ويقول الفتوى دي كانت في التلفزيون زمان. قال له بس يا مولانا مش عارف ايه، قال له انت مش حافظ كله ولا واحد وعايز تقرا قران اقعد قولها 100 مره عشان تقولها صح. اللي انت تعرفه تقول صح قوله صح. مش عارف الفتحه يقعد كرر الفتحه، كرر الصوره اللي انت حافظها كويس. لكن ما تخشش على طول انت مش مصححها على الشيخ وتقول انا عايز اختم القران، تختمه ازاي وانت اصلا هتقرا هتقراه غلط. فهمت؟ فما ينفعش، يبقى لازم كل واحد يعمل ختمه على الشيخ مرة في عمره على الأقل، يعني ختم على الشيخ مرة في عمره، علشان بعد كده من يجي يقرأ القرآن يقرأه. والتدرع على والهجوم على المصحف كده من غير تعليم ما يجيش، حرام يكسب. وعلشان كده من لم يجود القرآن حتما آثم، أي كده الشيخ في الجزرية، الشيخ بتاع طيبة المجد، الشيخ الجمزوري والشيخ كمان الشطبي والجبلي، الثلاثة كلهم من لم يجود القرآن حتما آثم. يبقى لازم الواحد ايه يخرج من هذا الاسم ويختم على شيء. ما يختم يقرا عشر القرآن، ثلث القرآن، نصف القرآن، حسب ما ربنا يختار. يجي رمضان يقرا في اللي ختمه على الشيخ ده. قرا ربع ياسين على الشيخ يبقى ايه ربع ياسين، يخلصه يبقى ربع ياسين، خلصه ربع ياسين. ما يعرفش خلق غير ربع لان هو ده اللي قرا على الشيخ. بعد كده لما يجيب الربع الثاني يبقى يجيب نص القران الاخير. بعد كده تاجر من الانعام
لحد الآخر الثالث ثالث بعد القرآن بعد كده يجيب من الأول للآخر اللي ربنا كرم خدت بالك لازم يعمل. ولو الناس اهتمت بأنها تختم على علماء القرآن وأهل القراءة هتبص تلاقي أهل القرآن يعرفوا إن هم بقوا ليهم قيمة وبقوا ليهم مرغوبين فيقوموا يثبتوا على القرآن. إنما الوقت بقوا مهجورين محدش بيرجع ليهم ولا يؤبه به. وكل واحد حاطط لي على القبلة حامل وحاطط عليه المصحف ولا ده الله أكبر ولا ده قال يعني دي نصح أهل القرآن لا أنت ما تنفعش إنما أنت كده بطلع على مذهب الأحناف وقرايتك كده تجارب ما ينفعش أنت ختمت على الشيخ علشان تصلي بالناس وبيصلي كمان الناس مش من حفظه ده بيصلي الناس ويقراها بقى الجرأة كده جرأة لدرجة الحدادين بقوا يعملوا إيه الحامل المصاحف بتاع القبلة يحطه في الخش كل ما تلاقي القبلة حاطط لك الحامل بتاع وعامل لك كمان لمبة في الأوتيل قال يعني علشان مين يقرا تمام. كل ده عبد مش عبادة ده أقرب للإثم من العبادة لأنه تجرب وبعدين وصل الأمر لغير أهل المفروض أن يقف في القبلة هم أهل القرآن فأنت كده زقيت أهل القرآن وقفت أنت مكانك دي من علامة القيامة. فين أهل القرآن؟ كانوا في الصفوف الخلفية والمتكبرين هم اللي في الصفوف الأمامية وبعد كده الشباب يطلع يلاقي أهل القرآن منهم تسعر يبقى ما عندوش حافظ إنه يحفظ القرآن يحفظوا ليه؟ ما هم مش متقدمين على الناس. أنا شفت في فترة من فتراتي وأنا طفل صغير في بلدنا كان جدي كان عمدة البلد كان لما يمشي ولا حد يسلم عليه السلام عليكم على المستوى خلاص وهم قاعدين لما يجي يعدي الشيخ بتاع الكتاب الكل يقوم اكبر واحد اصغر واحد يروح يموت ايده ويشد له حاجته ويوصله بيه. يعني كان الشيخ بتاع الكتاب كان اقوى من العمد لما يمشي في الشارع. شفنا المنظر قال القران كان قديما كل البلد اول ما يجي يا سلام على الشيخ ده وهو مع كل الناس يا مولانا واللي يجيب له الخمار بتاعه يركبه عشان يحصل له البركه ويوصله ويجيب له ليه بس اتخرجت ما كنتش قدامك وتلاقي ناس كتير خريجين جامعه ومهندسين كل دول يروحوا للشيخ ويعدي للعمده وهم قاعدين وعليكم السلام ورحمه الله ولا يتحرك. فكان اهل القران لهم قوله ولهم قيمه انما دلوقتي ما خلص مساكين مش باينين ليه بسبب التدرج. فلازم نرجع تاني لاهل القران المكرمين من انه يسيب درسه لما يدخل عليه احد من اهل القران الكفار المسلمين يسيب الدرس ويقوم يقبل ايده ويرجع يجيب الدرس تاني قدام الناس علشان يبين ان اهل القران لهم قيمه يعلم الناس كده ان اهل القران دول ناس لهم قيمه وفضل. يوم ساعتها الاطفال الصغيره يطلعوا يشوفوا اهل القران كده متقدمين يوم ايه تيجي تقول للولد عايز تطلع ايه يقول لك عايز اطلع شيخ. لكن هو لما بيلاقي ان الضابط كل الناس تعمل له كده يقول لك عايز اطلع ضابط صح عمره غير حاجه يطلع شيخ لان الناس تعظم الضابط وما تعظمش الشيخ. فلازم نغير الوجهات دي كلها نرجع الامور تاني لنصابها من اول وجديد. اهل القران هم اهل الفصل ويبقوا هم اهل الفصل ونحارب حكاية القراءة من المصحف في المحاريب للي ما ختموش على المشايخ وما خدوش إجازات ما ينفعوش دول نحاربهم إزاي؟ مش هنروح نتكلم معاهم ما نصليش وراه يجي الراجل يتكتف ما يلاقيش وراه إلا اثنين ثلاثة يقوم يراجع ده ويصلح نفسه. لكن أنا كده بشجعه على الغلط أنا كده ما أصلي وراه أشجعه على الغلط. لكن هو لما يلاقي الجمع بتاعه بقى مهجور والناس ما بتجيش ويلتفت الى الجامع الثاني الناس كلها مقبله عشان الشيخ اللي هناك من حفاظ القران وبيقرا من غير المصحف يوم ساعتها يقعد يراجع على الخطوتين وخطوه ملا وتبتدي ترجع ثاني حفظ القران يبقى منتشر بين المسلمين والا هيضيع حفظ القران. يبقى علشان كده في رمضان بيقول لك ايه وانت صائم اكثار من تلاوه القران ومدارسته بان يقرا على غيره اهو يقرا على غيره مدارسه ويعيد الغيب ما قرأه الأول لأن جبريل كان يلقى صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدرسه القرآن حتى ينفلت ولا يرد ولا يرد على قراءة جبريل أن الملائكة لم تعطى فضيلة حفظ القرآن. هو معروف أن الملائكة مش حافظة القرآن لكن أهل البشر يحفظوا القرآن صلى الله عليه وسلم. الملائكة كل ملاك متخصص في ذكر معين
ربنا خلقه بفكر معين. لكن شوف بقى الانسان المسلم ربنا خلقه بكل تذكره يقول كل الاذكار. شفت الفضيله الكبيره بقى للانسان كرمنا جميعا من ذلك. عشان كده ربنا قال للملائكه سيدنا ادم لانه بيعبد ربه بكل العبادات بيذكر ربه بكل الاذكار. والملائكه كل ملك في نعمه نسبح بس مش مسموح له يقول الحمد لله. ومنهم من يقول الحمد لله بس مش مسموح يقول لا اله الا الله. ومنهم من يقول لا اله الا الله بس مش مسموح يقول لا حول ولا قوه الا بالله وهكذا. تصور. ومنهم من هو راكع بس مش مسموح له يسجد. ومنهم من هو قائم بس مش مسموح له يركع. ومنهم من هو ساجد بس مش مسموح له يقوم. لكن شوف الانسان لا يذكر الله قياما وقعودا على جنوبين يذكرون الله تسبيحا وتهليلا وحوصلة وصلاة على النبي وقراءة للقرآن. شوف ده فضل المسلم الجميل. فدي نعمة كبيرة. ولا يرد على قراءة جبريل أن الملائكة لم تعط فضيلة حفظ القرآن لأنه كان ينظر إلى اللوح المحفوظ فيقرأ فيه. يعني كأن جبريل وهو بيقرأ مع النبي كان بيبص في اللوح المحفوظ. هو قاعد مع النبي بيبارك القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ من قلبه. شفت الحلاوة؟ واعتكافي. وعشان كده من صفات هذه الأمة إيه؟ إنها أنا جيلها في الزرع. وأني منزل إليك كتابا لا إيه؟ لا يزيله الماء. يعني إيه لا يزيله الماء؟ لأنه في الألف ألف. طب أنت لو نزلت البحر وطلعت الكلام بتاع المصحف اللي في قلبك يكيف بس، لكن لو كان في كتاب خلاص يزيله الماء. شفت بقى أمة النبي أناجلها في صدورها لا يزيلها الماء. إنما الأمم السابقة أناجلها في الصحف. لو الدنيا مثلت عليها خلاص بمرور الزمن تشتبه عليهم الحروف وتتبدل عليهم الآيات وتتغير عليهم الأحكام. إلا المسلمين دي نعمة كبيرة. إحنا عايزين نضيعها في زماننا ده في القراءة من المصحف. لا، ربنا لم يحفظ المصحف في المطبعة. المطبعة دي بقى لها 150 سنة بس. المصحف بقى له 14 قرن اللي حفظوا أهل الحفظ بالخلوق. وبعدين المطبعة لما تغلط مين اللي بيكتشف الغلط؟ الحفاظ. يعني الحافظ يفتت على المطبعة يقول لك اه لا ده سقط صح، لا ده في آية سقط، ده حطيت آية قبل آية. الله ده تقول عزيز الحكيم ويا غفور الرحيم. لا 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 ده الطبعة دي غلط. طب هيكتشفها ازاي؟ الا الحفاظ. فلو ضيعنا الحفاظ نضيع النص. لو ضيعنا الحفاظ نضيع النص. خد بالك من الحته دي عشان تحفظ ولادك القران وانت نفسك تحفظ القران. وابتالي من تلاوات القران واعتكافي نمره 8. والاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان ده برضه من السنن العظيمه. واعتكافي في رمضان صيام في العشر الاخير منه للاتباع ولرجاء ان يصادف ليله القدر فانه انحصر فيه عندنا. والتاسع ومبادرته لاكثار الصدقه لكثره من الصدقات. الحمد لله المسلمين الحمد لله في رمضان بيبقى عندهم كرم بالغ ونوائب الرحمن وكل الناس بتبقى عندها خير. يعني امه النبي ما زال فيها خير كبير بس هي عايزه توجيه، عايزه بس شويه تعديل كده للمسار. لكن هي ما زالت اهل خير واهل انوار. الانوار كلها منحصره فيهم. هم دول الذاكرين المحبين للانبياء ومحبين للقران. حتى العاصي فيهم بيعصى ربنا وضميرهم انبه. يعني حتى العاصي فيه ليهم وزن لانه لما بيعصى ضميرهم انبه. انما الثاني الكافر مقبل على المعصيه بيحبها. ده الحرام للمسلمين يبقى بيسرق ويقول يا رب توب عليا. يعني ضميره نفسه لو وانا تبقى ترقص في الكباريه وتقول ربنا توب عليا بقى. مش معنى كده احنا بنؤيد الرقاصه، لا، بس انا ببين لك ان المسلمين حتى العصاه منهم نفوسهم لونا فمقامهم عالي غير الثاني اللي نفسه انوار اللي هو المقبل على المعاصي وعلى الكفر كده بشهوه. ففي فرق بين امه النبي وغيرها من الامه. فيدخل فيها حتى فعيل الكبائر من امه النبي. سيدنا الامام ابو الحسن الشاذلي كان يقول لو كشف نور ايمان المسلم العاصي فاعل الكبيرة لغطى على ضوء الشمس. لأنه عنده محبة وعنده ندم وعنده لوم في نفسه وعنده بيحب الصالحين وبيحب القرآن وباستمرار بيقول يا رب قسم الخواتيم. ولما يعني
دي كل المعاني دي لو كنت في نورها تغطي النور الشمس. والمعاني دي كلها الحمد لله في قلوب المسلمين معروفه، عشان تعرف ان المسلمين دول وزنهم كبير، فربنا الحمد لله نبعدنا منهم. واعتكافي في رمضان ومبادرته لإكثار الصدقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وبالجملة، فيكثر فيه من أعمال الخير، لأن العمل يضاعف فيه عن العمل في غيره من بقية الشهور، يبقى لازم يكثر برضه من الأعمال الصالحة في رمضان، لأن السنة في رمضان أو النافلة في رمضان بتساوي فريضة، والفريضة في 70 فريضة فيما سواه، فلازم إيه يحاول يعني يجتهد. وتعديل الفقه ونقف عند هذا الحد، تعرف ساعة في درس الفقه لما بدينا عن ساعة كان شيخنا يقول لنا كده، غير كثيرة الناس كثيرة حكاوا ده تقعد فيها ثلاث ساعات الناس تبقى مبسوطة. الفقه اللي بدينا عن ساعة لأنه أحكام بتبقى عني، فإحنا نخلي درس الفقه 60 دقيقة علشان إيه يعني ما تملش. يبقى نقف على قوله تعزيز الفكر ان شاء الله، اللهم علمنا وفقهنا ونعوذ بالله من محمد يوم الخميس القادم باذن الله. اللهم يسر امورنا ويسر غيبنا وارزقنا مما يرضيك امالنا، وارزقنا رب وخير المسلمين ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل الصلاه على تعالي مخلوق خاصك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت بسم الله وتعالى بسم الله وجزاكم الله خيرا. لرابع اي درس تحضره اقرا ثاني بينك وبينك عشان بس تبقى المعلومه تثبت في ذهنك تستفيد بيها وتفيد غيرك، انما حكايه تحضر كده وتقفل الكتاب وتفتحه ثاني مع الدرس اللي بعده وتقعد كده سنوات تلاقي نفسك ايه استفدت كل حاجه لكن مش الاستفاده اللي انت اللي هي يعني. فخليك كده تحاول يعني ترقد، وبعدين لما تيجي تقابلك حته وانت بتقرا بينك وبنفسك تعمل كده تنويه وتسال فيها، او تقرا الدرس مرتين يمكن اذا اول مره اشتبهت عليك ثاني مره تفهمها بنفسك وهكذا. تبقى في يعني ويمكن الدراسة النظامية عشان فيها امتحان بيخلي الطالب يقرا أكثر من مرة بيستفيد أكثر من الدراسة غير النظامية علشان مفيش حكاية امتحان. فأنت من غير امتحان ولا حاجة، أنت خلي رغبتك والعلم للوصول إلى الله. للوصول إلى الله دي لهدف مش الحصول على شهادة. فتحاول تقرا الدرس، تاخد درس الفقه مثلا يوم الخميس، عندك لحد الخميس اللي بعده. اقراه في أي وقت في الأسبوع ده قبل ما تيجي تاني. علشان يعني تبقى اقرار وان كان الاسبوع بيمر هوا، لان يوم الخميس اللي فات ده كان امبارح حاجه يعني ربنا يهدينا. وصدق رسول الله ان في اخر الزمان تبقى ايه؟ يبقى السنه كشهر، الشهر كاسبوع، والاسبوع كيوم، واليوم كساعه، والساعه كدرجه نار. اي كده صلى الله عليه وسلم. واحنا يا ابني هنا بقينا في هذه الايام، فنسال الله ان يبارك لنا في اعمالنا وامورنا وان ياخذ بايدينا الى اخر الكرام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.